مرحبا، معكم رضا عازم من كامبوس اكاديمي. انا اليوم في مركز معروف الناصرة، واليوم راح تكون اخر لقاء في الدورة اللي بعلمها في المركز من عدة الدورات اللي بعلمهم هون، وراح نشوف اراء المشتركين بالدورة، شو اراءهم بالدورة وبالمواضيع اللي تعلموها وشو راح يعملوا بعد ما يخلصوا الدورة. فخلينا نروح على الدورة ونشوف كيف هذا اليوم بيمرق وكيف هذا اللقاء راح يكون. معنا كمان ملاء عازم، شو مهمتك اليوم ملاء؟ التصوير. هيك انتهينا من اللقاء الأخير في دورة أسرار البيع على موقع إيباي في معروف الناصرة. للأسف ولا واحد من المشتركين كبر إنه يتكابل معي، لأنه كلهم خجولين. شو بدنا نعمل؟ هاي الموجود. إن شاء الله باللقاءات الجاي والدورات الجاي للمشتركين الآخرين، أتمنى إنه واحد من المشتركين راح يقبل إنه يحكي للكاميرا ويعطي رأيه بخصوص الدورة والمواضيع اللي تعلمها وكيف استفاد منها. لكل شخص غير مشترك بقناتنا بنصحه إنه يضغط على زر السبسكرايب ويفعل زر الجرس، لأنه راح يكون عدة فيديوهات مفيدة بمجال التجارة الإلكترونية بقناتنا كامبوس أكاديمي، ورح نشوفكم بالفيديو الآخر.